نقول لك ان شاء الله مبروك الجائزة هذه. قبل ما نحكيوا عليها خلنا نتعرفوا عليك. علاء الدين. دونك علاء الدين العيادي داتا ساينتست ولا معالج بيانات. نخدم في ستارت اب امريكيه وخدمنا معناها فورماسيون تاعي قريت في سيكوم في تونس توسكي تيليكومونيكاسيون وكمبيوتر ساينس. ومن بعد خرجت قريت في ايطاليا كيف كمبيوتر ساينس وماشين ليرنينغ. ومن بعد دخلت خدمت في شركه تونسيه بون هي الشيف تاع افريكا. ومن بعد دخلت نخدم في الشركه الامريكيه هذه. هذا البروسيس نتاعي وديما نشاركوا في المسابقات كيف سوا معناها الشيل ناسيونال ولا انترناسيونال. احكي لي في الشيل انترناسيونال فاش شاركت بالضبط؟ بون شاركنا في برشا. شاركنا في كومبيتيسيون مثلا ديبلورنيك اندابا اللي هي اللي ربحت فيها سنة عاملة أول شاركنا فيها وربحت البيست بوستر ايوارد. شاركنا زادا انطونك ستودنت انطونك اتيديون في داتا ساينس جيم. دونك ترشحنا من بين 20 ايكيب في العالم. وكانت تونس معناها شرفنا تونس وشحنا لازم معناها هي ليدي كيفاش انه فاك من كل بلاد تترشح واحنا نجمنا معناها في الكواليفيكاسيون نترشحوا للفينال اللي هو صار في باريس في شاتو لا فونتين. ومن بعد زاد شاركت في كيجل دايز. الكيجل هذه هي بلاتفورم تاع داتا ساينس وماشين ليرنينغ وانتليجونس ارتيفيسيال اللي هي يحطوا فيها دي كومبيتيسيون وما فيها توسكي دي فوروم وفيها دي ديسكسيون اللي تجم انت تحكي مع العباد وتاخذ لي زانفورماسيون اللي لازمين في الدومين هذا. يعطيك الصحة. دونك ربحنا خدينا الجائزة الأولى أنا وصاحبي محمد السيدي اللي راهي شاركوا فيها بريسك من العالم كامل معناها صارت في باريس في أفريل اللي فات. تخي بيان. دونك فما سر التفوق هذايا معناتها عليه معناتها سر التفوق هذايا والجوائز هذوما معناتها كي نحكيو على البيج داتا باغ اكزومبل شو معناتها بالضبط؟ تخلي العباد تفهم الدومين نتاعك ولا الحاجات اللي قريتهم ولا الحاجات اللي يفوز بهم جوائز فاش يتمثلوا بالضبط؟ باش نبداو واضحين. فما بيج داتا فما ماشين ليرنينغ فما داتا ساينس فما دونك كل حاجه وحدها. بالنسبه للبيج داتا هي جيست مثل انه عندك برشا كونتيتي نتاع ديزانفورماسيون وكيفاش باش تخدم بهم خاطر ما عادش نجمو نخدمو مثلا ببروسيس برك كي يكون نقولوا عندك ان تيرا بايت نتاع داتا سيت. دونك وقتها لازم فما ديزالغوريتم فما معناها دي موديل اللي احنا نخدمو بهم باش نجمو نعالجوا البيانات الكبرى هذه. واضح. هي بالنسبه للبيج داتا وقت اللي عندنا كونتيتي. تو كي نمشيو للماشين ليرنينغ فما دي موديل اللي احنا نابليكيوه مع الداتا هذيك باش نخرجوا منها انفورماسيون. نحبوا مثلا نعملوا بريديكسيون تاع سيلز الريتيل مثلا عندنا كليون في اي دومين ريتيل ولا فينونس نحبوا نعملوا بريديكسيون للفيتير والا نحبوا ناخذوا نعملوا ريكومونديو احسن برودوي لل للسيد الفلاني ولا الكاستمر الفلاني. دونك فما دي موديل اللي هما مستعملين باش نخدموا بهم ونحاولوا نفهموا الداتا باش نخرجوا لي زانفورماسيون اللي هما اتاشي لكل كليون وباش وقتها نجموا معناها نخدموا عليه الكليون هذاك فهمتني؟ داكور. كي نقولوا نخدموا عليه معناها ريكومونديو لو برودوي نفهموا السيلز خاطر كي انت مش تعمل مثلا بريدكسيون تاع سيلز نجم انت تنظم الرسوس والبعثات نتاع السلعه الكل في العالم كامل. دونك لهنا عليه معناتها كي نحكيو على حاجه جديده خاطر تو فما برشا عباد فما دي تيرم تكنيك تو فما خدم موجوده في الانفورماتيك او موجوده في الكوتي ماركتينغ او الديجيتال حاجات جديده معناتها قاعدين نسمعوا فيها معناتها ترى هذا هو المستقبل معناتها هذه هي الخدمه نتاع المستقبل انك كيفاش تطور انك كيفاش تطور الخدمه نتاعك كيفاش تجيب الفلوس كيفاش انه يكونوا في الكوتي انفورماتيك ماركتينغ معناتها لازمك تكون قوي برشا عندك النيفو معناتها سورتو انت معناتها كي تحكي على سواء تثقيفي او عندك لي زوتي نتاع الانفورماتيك معناتها حافظهم وفاهمهم ديجا.
به كيش معين قوي برشا قوي برشا عليه فماش اسم فما خدمة معناتها فما عباد فما ديكور اون لينيا توا اي واحد اي تونسي اي عبد يحب يبدا يتعلم فما ديكور اون لينيا يبدا يقراهم فما من عاش كان نجيب شي سامي دي بلاتفورم اون لينيا كيما كورسيرا كيما يوديمي تدخل تكتب اي اي داتا ساينس ماشين ليرنينغ اي حكايه تحب تتعلمها في ظرف 6-5 شهور انت والطريق التعلم تاعك نجم فاسيل تاخذ دبلوم تاعك وتتعلم ديجا بون مش دبلوم هو يتسمى سيرتيفيكاسيون سيرتيفيكا تنجم فاسيل مو توصل وديجا يكون معترف بهم معناها في الليشيل انترناسيونال دونك باكي نحكيو مثلا نقولوا جوجل جوجل ماش ياخذوا حتى راهو باسم الفاك ولا شنو الدبلوم تاعك يشوفوا لك في دومين مثلا نقولوا كومبيتيتيف بروغرامينغ اللي هو بازي على الالغوريثميك وداتا ستراكشر يعطيو لك دي زونتروتيان واللي هو يكون قوي في الحكايات ما مهمش معناها في البلاد فهمتك معناتها كل شيء اون ليني معناتها يشوفوكم معناتها انت شنو لي كومبيتونس نتاعك شنو عندك لي سيرتيفيكا معناتها شنو الحاجات يسالوك معناتها معناتها بعض الحاجات هذوك اللي تعلمتهم دي زونتروتيان ومن غادي ما يهمهمش فيك انت شكون من اي بلاد ديجا بالضبط انا عندي صاحبي توا دير المو تونسي وقاري في تونس وتوا في جوجل فهمتني في جوجل اي نعم انا برشا توانسه معناها في جوجل توا يخدموا اسمعني هي راهو لازمك تنفيستي وقت معناها كي يقولوا تنفيستي وقت لازمك ما عادش تركض في الليل ولازمك تخدم للماكسيموم وفما معناها تحاول تدخل اون ديسكسيون مع بعض تفهم شنو اللي ماشي توا في الدومين تحاول تفهم حتى معناها اليشيل انترناسيونال شنو الفيتور نقولوا 2020 2021 شنو التكنولوجي اللي هي قويه وباش انت تولي تنفيستي فيها وقت باش وقت اللي تجي التكنولوجيا هذيك وتولي هي موجودة كما نقولوا ماشين ليرنينغ تلقى روحك انت ديجا فما دي بوست ترافايل برا حتى في تونس موجود باهي الميساج اللي عديت وسيرتو حكيت انك تسهر الليل وتتعب وتضحي باش توصل اللي تحب عليه هذا ميساج باهي برشا باهي خلينا نحكيو على الكومبيتيسيون اللي توا اللي شاركت فيها في كينيا احكي لنا عليها شنو هي بالضبط والجائزه اللي خذيتها عليها واضح بون بالنسبه للديبلوغنيك ان دابار سي ان ايفينمون اللي هو يصير كل مره في بلاد في الافريك الاسبري نتاعو انه مش نشجعوا الماشين ليرنينغ والانتليجنس ارتيفيسيال في الافريك دونك فما معناها دي جون اللي هما يخدموا في جوجل في اي بي ام في مايكروسوفت يحبوا يشجعوا الافريك والماشين ليرنينغ ويشوفوا انه فيها برشا امبورتونس وفما معناها برشا حتى موتيفاسيون من لي ايتيديون جدد اللي يقراو في الدومين هذايا باش يشجعوا دونك الكومبيتيسيون كانت في وسط ليفينمون الكومبيتيسيون كانت تدور على الملاريا دونك عندنا بروبليم تاع الملاريا اللي هما برشا عباد تويكا ولات تمرض بالملاريا ووصلوا حتى في عام عام برك هولي امبليون امبليون معناها بيبل اللي هما ينجموا افكتي بار الملاريا ويحبوا معناها يلقاو شنو هما الاهم ديزاكسيون واسهل ديزاكسيون اللي يبغوا نعملوهم باش ينقصوا في المرض هذايا دونك عملوا كومبيتيسيون هذيا بالبلدان الافريقيه الكل يشاركوا معناها اي واحد يحب يدخل يشارك في الايفينمون هذاك يتفضل اما لازم تكون في الايفينمون واضح 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 دونك كلها بلدان افريقيه واضح هاي هم بعد كيف صارت الكومبيتيسيون صارت على كور دو ليفينمون دونك على 5 جور ويجب تبتميز في سكور بورد دونك عندنا سكور بورد شكون يجيب اكثر سكور في السكور بورد هذاك بيان سور شنو التكنولوجي فما تكنولوجي جديده تسمى رينفورسمنت ليرنينغ لازم تخدم بها خاطر هو فما سيكونشال انفايرمنت دونك فما نقولوا عندك اكسيون تو باش تعملها غدوة سلون لاكسيون الأولانية يلزمك تعمل لاكسيون الثانية وبعد الثالثة والرابعة سلون كورسيس تاع ليزاكسيون هذه زادة مستعملة راهو مش كان في الملاريا ولا في الدومينات تو يستعملوها في الستوك ماركت في البورصة في خاطر معناها عرفت باش تصنع أجون باش تصنع أنتي موديل اللي هو كي ينجم يستعمل لك ديزاكسيون أو كور دي تون واضح قداش قاعدة الكومبيتيسيون هذه؟ 5 أيام خمسين ولازم عندك معناتها لازم فهم الملاريا شنية لا 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 دكتور فهم الانتليجنس ارتيفيسيال معناها رينفورسمنت ليرنينغ كيفاش دكتور كيفاش هي شنو اللي دي نتاعو انه فما انفيرونمون نتاعو نتاع الملاريا فما لاجون اللي انت باش ديفلوبي يلزمك تفهم شنو ما لي زاكسيون اللي تجم تعملهم
وشنو هو الريورد ولا الفيدباك اللي مش تاخوه من الانفيرونمون تاعك. ريورد هي قداش انت نقصت من البوبيلاسيون المرضى بالملاريا. تخبيان يعطيك الصحة، يعطيك الصحة علي فريمو، يعطيك الصحة. المستقبل علي، انت توا ديريكسيون كندا امريكا؟ بون اسمع لي، هو الدومين هذا راهو في تونس مازال شوية واضح، وان في افريكا ان جينيرال مازال شوية. دونك كان تحب معناها تكمل ريسيرش ديفلوبمنت في الدومين هذا، دونك لازم تحاول تمشي تربح فورماسيون، تتعلم اكسبيريونس جديده، وباهي راهو اكسبيريونس ديما برا واحد يتعلم بها باهي برشا. اما شنو الرجوع زاد لتونس، هذاك امبورتون اكثر، فهمتني كيفاش تنفيستي الوقت وكيفاش بون كيفاش ترجع لبلادك انت، شكون وصلك وشكون قراك، هذاك اهم حاجه. دونك ديما تحاول تعمل لو ماكسيموم باش ترجع لبلادك واللي قراه لك لي بروف تاعك الكل كل شيء. واضح. طموحك طموحك علي؟ بون طموح هو طموح برشا عباد، معناها تكون فماشي سوسيتي اللي هي تخدم اوف شور، ولا معناها تخدم شي على الشيء الانترناسيونال، ولا معناها بتي ستارت اب تكون في تونس. احنا ديما كي نحكيو مع لي جون اللي كيفك عليه، ديما نقول لهم مثلا كي يبداو عندهم طموح وتبارك الله عليهم، معناتها ينجموا يخدموا في العالم، معناتها في اي بلاد تبارك الله عليك، تحكي لغات، فاهم خدمتك، عندك طموح، عندك احلام كبيره، حبوا نشوفوك في معناتها في شركات كبار، نحكيو على كما قلت اي بي ام، نحكيو على جوجل، نحكيو على فيسبوك، نحكيو على اي معناتها شركات تكون كبار، فما عندك معناتها الحلمه هذه؟ لحظة اسمعي، هو فما راهو دو كوتي لازم تفهم. دونك فما لي ستارت اب، هي ستارت اب كيفاش تنفيستي فيها وقتك هو انفستيسمون، خاطر اون فوا ستارت اب هذيك كبرت كانك تبدا مثلا مع فيسبوك عام 2006 ولا 2007 وانت كبرت معاه، زاد هذيك قوية برشا. دونك اكيد نجم انت زاد تبدا تخدم مع شركة كبيرة، اما تاخذ جوست بارتي صغيرة من البروجي وتكون انت جوست بارتي من البروسيس، والا تخدم مع ستارت اب وتكون عندك انا تو مثلا 25 سنه معناها نخدم مع ستارت اب، وعندنا معناها دي بروجي كبار وكل شيء اللي هما يحطوك في بوزيسيون مو نتاع مانجر، فهمتني؟ دونك انت هو اللي تسير كل شيء، انت هذاك كي تكون في شركه كبيره ما تلقاهاش الحكايه هذه. واضح. دونك انت سيت ان شوا هو ان فان كونت. واضح. باهي الفلسفه هذه باهي. واضح يا علي، شكرا لك، بارك الله فيك، نتمنى لك كل التوفيق، كل النجاح في الحياه المهنيه نتاعك. شاب تونسي دونك متألق ناجح متميز في عمر صغير 25 سنة، وكنا نحكيو على العمر هذايا كنا نحكيو مع الاكسبيريونس اللي عملها والجوائز اللي خذاها، ديجا نقولوا كان برافو، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح للمسيرة المهنية نتاعك، سيرتو كي نحكيو على كندا وامريكا اللي هي ديريكسيون نتاع علي في المستقبل. شكرا لك، بارك الله فيك، مازلنا مصين.